دكتور أسامة، كنت أتحدث منذ قليل عن الدور المصري وأيضا ربما مساحات الضغط التي يمكن إلزام الجانب الإسرائيلي فيما يخص وقف يعني إطلاق النار، وقف استهداف المدنيين العزل. هذه الحملات المتكررة منذ أن بدأت الأحداث، ما يدور داخل صانع القرار السياسي في إسرائيل؟ هل هناك تخبط؟ هل كيف ترى المشهد في ظل ربما تأخر هذا الاجتياح البري لدى الجانب أو لدى قوات الاحتلال؟ يعني صباح الخير لك ولكل المشاهدين في قناة القاهرة الإخبارية، ونترحم بداية على أرواح شهداء فلسطين وشهداء غزة الذين يسقطون تباعا بسبب العدوان الغادر على غزة. الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال في حالة تخبط، ليس لديه خطة. حتى عملية الهجوم البري هو يشعر بقلق كبير جدا من مستقبله السياسي. هو بالمناسبة يعني هو انتهى نتنياهو فعليا في إعداد الأموات سياسيا على مستوى الاحتلال الإسرائيلي وكيانه وتشكيل حكومته حتى، وبن غفير وسموتريتش جميعهم أيضا سينتهون. ولكن هذا شأن لا يعنينا بالمناسبة، لأنه كل الاحتلال الإسرائيلي سواء ما يسمى بالمتدينين والمتطرفين أو حتى ما تسمى بالأحزاب الصهيونية والتي تدعي أحيانا أنها أحزاب يعني براغماتية أو أحزاب علمانية ويسارية، وجميعها تكن العداء الكامل للشعب الفلسطيني وتواصل عمليات الدم القتل وإبادة الشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة وأساليب مختلفة. الآن ما يهمنا الآن أن يتم وقف هذا العدوان بشكل كامل. للأسف مجلس الأمن الدولي عجزا كاملا عن اتخاذ قرار بفعل بعض الحلفاء للاحتلال الإسرائيلي التي يعني أفشلت القرار للتصويت لوقف إطلاق النار على غزة. وهذا يعني بصراحة هذا يعني أن المجلس الأمن والقانون الدولي كله أصبح يعني على المحك، وهناك إشكالية كبيرة في إدارة النظام الدولي. إذا كان مجلس الأمن الدولي يعجز عن حماية مدنيين، يعجز عن وقف مدنيين، متى ما هو دور مجلس الأمن الدولي إذن؟ إذا كان مجلس الأمن الدولي يعجز عن وقف عدوان أو احتلال أو وقف إطلاق نار في معركة ما بين شعب أعزل وما بين دولة احتلال مدججة بأعتى أنواع الأسلحة، ماذا يمكن، ما هو المطلوب الآن من الأمة العربية والدول العربية التي عجزت عن استصدار القرار، وحتى وإن كانت روسيا هي التي تقدمت بهذا القرار؟ لذلك أنا أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة جدا في مجلس الأمن الدولي، وإشكالية أيضا في النظام الدولي كله بهذه الكيفية وهذه الطريقة التي تدار الآن من قبل الولايات المتحدة، التي تحتكر وتهيمن على النظام الدولي وتستخدم الفيتو وقت ما شاء. الأمر الآخر أن الاحتلال الإسرائيلي الآن على المستوى الداخلي في يعني في تخبط. هذا التخبط برأيي أنا، وقلت قبل ذلك بالمناسبة، قلت لن يدخل الاحتلال الإسرائيلي لغزة من بداية المعركة. لن يكون، عندما هدد نتنياهو قلت لهم أعجز من أن يدخل إلى المعركة، لأن هناك العديد من النقاط التي يمكن، المحددات التي تحدد عملية التحرك أو الهجوم البري على المستوى العسكري تشير أن نتنياهو سيكون خاسرا في هذه المعركة. ما هي أبرز هذه المحددات دكتور أسامة؟ نعم، ما هي أبرز هذه المحددات دكتور أسامة؟ نعم، أولا هناك حالة من الانهيار المعنوي لدى الجيش الاحتلال الإسرائيلي. ثانيا هناك حالة من الضغط الداخلي من قبل المجتمع أو الاحتلال، شعب الاحتلال الإسرائيلي يضغطون على نتنياهو لعدم الدخول لحماية الأسرى الإسرائيليين الموجودين في غزة، وبالتالي أصبح الأسرى بما يزيد عن 200 شخص. المتحدث العسكري للمقاومة الفلسطينية قال أن هناك ما بين 200 إلى 250 أسير عندنا تقريبا، بينما نتنياهو اعترف ب 199 أسير من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وهذا بحد ذاته كارثة. يعني تتحدث عن 200 عائلة، كل عائلة لها متعاطفين ولها أصدقاء، إضافة لأن الجنود عندما يشعرون بأنك تقوم باجتياح غزة وتقصف غزة وأنت قائد
هذا الكيان وتقتل الأسرى الذين يعني يتم احتجازهم ووجودهم كأسرى حرب في داخل غزة، هذا بحد ذاته يعتبر إهانة للجندي الذي يقاتل ويطلق الصواريخ. كيف لي أن أقتل أو أن أشارك في قتل ربما صديقي وزميلي الذي كان معي بجواري في المعركة ضد المقاومة الفلسطينية؟ وبالتالي سيخشى هؤلاء الجنود من أن يتم اعتقالهم أيضا. الأمر الثالث، التجربة التي عانى منها نتنياهو في حرب 2014 عندما واجه معركة طاحنة جدا على مداخل الشجاعية وعلى مداخل مشارف غزة من منطقة الشمال شمال شرق، وهذه كانت معركة طاحنة أدت إلى سقوط عدد من الآليات وإعطابها وإتلافها، إخراجها عن الخدمة كليا، أيضا أدت إلى قتل عدد من الجنود وإصابتهم من الاحتلال الإسرائيلي، ثم أيضا أدت إلى أسر عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي. حتى الآن هناك 4 جنود إسرائيليين معتقلين لدى المقاومة الفلسطينية تم أسرهم أثناء المعركة في 2014، منهم أسير اعتقل على مداخل مشارف رفح من الجبهة الشرقية، والباقي تم أسرهم على مشارف الشجاعية من الجهة الشرقية أيضا. ولذلك نتنياهو يخشى من عملية الدخول البري لأن فيها ربما تكون كارثة كبيرة جدا على جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتكبد خسائر فيها. وهو بالآن بالمناسبة يعني هو انتهى دوره السياسي وربما يعد الأيام فقط لانتهاء الحرب وثم يغادر الحياة السياسية. كل التقديرات تقول أن الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات في حالة ضعف كامل، وهناك أيضا تناقضات ما بين أعضاء الحكومة وحتى الحكومة، حكومة الحرب التي شكلت الآن هي حكومة متناقضة فيما بينها برفض بن غفير وبرفض سموتريتش. عندما تشعر بأن هناك عدد من الوزراء الجدد الذين انضموا إلى الحكومة مع القدماء كلهم يشيرون إلى أن بن غفير كان سببا عندما اقتحم الأقصى واقتحم المسجد الأقصى وواصل عمليات الاستيطان والاعتداء على المصلين وعلى المواطنين الأبرياء المدنيين في مدينة القدس، أشعل الغضب والنار لدى المقاومة الفلسطينية. وإن كانت صحيح مدبرة هذه الخطة، لكن هناك هجوم سافر على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى وعلى القرى وبناء مستوطنات في الضفة الغربية، كل ذلك والاعتقالات التي وصلت إلى 6000 أسير فلسطيني وغياب أفق عملية السلام، كل ذلك بسبب بن غفير ونتنياهو.